بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. اليوم سوف نتحدث على أهم التطورات التي يعرفها ملعب الراقي الجديد، حيث تنقل مساء الثلاثاء 5 أبريل 2022 وزير السكن والعمران والمدينة السيد طارق بالعريبي إلى ملعب براقي رفقة جميع الفاعلين في أشغال الملعب، والمتمثل في المدير العام للتجهيزات العمومية مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر العاصمة، مكتب الدراسات ساتهام، المؤسسة المكلفة بإنجاز أرضية الملعب، المؤسسة المكلفة بوضع الكاميرات إضافة إلى المؤسسات المناولة. خلال هذه الزيارة وجه السيد الوزير مؤسسة الإنجاز بالرزنامة المحددة سلفا من طرف ذات المؤسسة، حيث تبين عدم احترام الالتزامات المتعلقة بأجزاء من المشروع، الأمر الذي استوجب تنقل السيد الوزير لعقد اجتماع طارئ على مستوى مقر الوزارة وتدارك كل العراقيل وتوجيه تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة. وتجدر الإشارة أن هذه الزيارة سمحت للسيد الوزير بالتنقل إلى مختلف طوابق الملعب وكذلك قاعة المراقبة العامة للمعاينة عن كثب، كما التقى السيد الوزير بمهندسي وعمال مديرية التجهيزات العمومية وكذلك مكتب الدراسات، أين حفزهم وشجعهم على بذل مجهودات أكبر قصد الرفع من وتيرة الأشغال وبلوغ نسبة متقدمة منها مثل ما هو عليه الحال بالملعب الأولمبي الجديد بوهران. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير السكن بعدما زار الاثنين ملعب الدويرة وقام بمعاينته، وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم فالأشغال ما زالت بطيئة وبطيئة جدا، خاصة من ناحية أرضية الميدان التي من المفروض الانطلاق فيها، ولكن العراقيل وكذلك تقصير المؤسسة المنجزة يجعل تأخر المشروع يكون يوما بعد يوم، علما أن ملعب الراقي الجديد سيكون من بين الملاعب التي رشحتها الجزائر من أجل احتضان مباريات الشان. إذن يمكن القول أن الوزير ما زال يتابع التأخر الكبير في إنجاز ملعب الراقي، ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد عن الموعد الحقيقي لتسليم المشروع. إلى اللقاء.